حضرتك. الله يكرمك كابتن عصام، ربنا يبارك في حضرتك. خلينا نتكلم النهارده، شايف ايه الامور بعد كل مباراه بيتم انتقاد التحكيم؟ يعني شايف الامور دي ازاي يا كابتن؟ والله خير يا جماعه، شايف ان نقص الثقافه، وشايف ان عكس ما بيقال ان ده الصوت العالي فاكر ان الناس هتخوفنا او هتلعبنا. يا ريت الناس ترجع لبطوله اوروبا، تشكل الامم الاوروبيه، وتشوف يعني اخطاء الحكام عامله ازاي، وتشوف على سبيل المثال عشان الناس برضه تبقى مركزه معانا مباراه انجلترا والمانيا، ويشوفوا اسبانيا اسف، ويشوفوا قد ايه اخطاء الحكم كانت مؤثره على نتيجه المباراه، ولكن النتيجه من الثقافه الرياضيه اللي عند الناس دي. الامور ماشيه بثلاثة، ان الحكام دول بشر وان اخطائهم في كل مكان، لكن عندنا في مصر يعني حتى يعني بالامس القريب في بعض الفرق اتهدمت، ولازم تتكلم على التحكيم، يعني تتكلم عن نفسك وعالج اخطائك انت، وركز انت في الملعب، ونقول الحقيقه ان انت لا تستحق انك تفوز. يا كابتن عصام، ده ياخدنا نعرف من حضرتك ردك ايه على الكابتن احمد حسن المشرف العام على الكوره بنادي لما قال ان كابتن عصام عبد الفتاح بينتقم من بيراميدز عشان خاطر طلبت استخدامكم في الاجانب. الحقيقه كلام قله ادب، وكلام معاير مغاير تماما للحقيقه، وكلام غير محترم. كابتن احمد حسن يعلم تماما مدى علاقتي بيه ومدى احترامي ليه، ولكن احنا بنتكلم الان عن عمل، لازم نكون اصدقاء مع انفسنا. طبعا كلام يعني عيب انه يتقال في 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 ساحه الرياضه اللي هي الاخلاق والنضج، احنا بنتكلم عن كره القدم. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، اذا كان اي نادي طلب حكم اجانب طب ما تطلب، هو الاتحاد منعك لما نادي بيراميدز طلب حكام اجانب قبل كده وجبنا لهم حكام من تونس. اذا ما منعناش لحد، اذا الكلام هو مغاير للحقيقه. اتمنى النادي تقف مع نفسها وتعالج نفسها اولا في انا بتكلم على مجال كره القدم، ان مجال كره القدم يحتاج الى الحقائق. احنا لما بيكون عندنا اخطاء بنطلع بنعترف بالاخطاء وبنقول احنا عندنا اخطاء وبنشتغل على تحسينها وعلى تطويرها، نفس القصه من الجوانب الاخرى. طبعا كلام بعيد تماما عن الحقيقه، وعاوز اقول الكابتن احمد حسن الحكام ناس محترمين يا كابتن احمد، زيهم زيهم زي اللعيبه وزي كل الناس، فيها ناس فيهم ناس محترمين، وفيهم الضباط والدكاتره، وفيهم كل طوائف الشعب، واحنا لا نقبل مثل هذا الكلام، ولكن في النهايه ستكون اللوائح والنظم هي اللي تنظم ما قيل، احنا ما بنحاولش نرد بمثل هذا الاسلوب، لان احنا بنحترم انفسنا وبنحترم منظومه كره القدم، وفي النهايه هنمشي بالقواعد. بس عفوا كابتن عصام، يعني المفروض اتحاد الكوره يحمي منظومه التحكيم في مصر. اتحاد الكوره بيحمي منظومه التحكيم، احنا اللي عندنا دلوقتي تكيف في الاخلاقيات. ولكن انا ارى ان لازم ان تغلظ العقوبات. انا لا اقصد طبعا الكابتن احمد حسن، انا بحترمه، انا بتكلم بشكل عام. في اشياء الحقيقه الحكام هم اللي بيتحملوها، في سبوت غير عادي على ده. انا اقول لحضرتك مثلا، انا كنت بتفرج امبارح على احد المباريات، والحكم كان مميز في هذه المباراه. تصور ان الاستديو التحليلي، مش التحكيمي بقى، التحليلي مش عاجبه اداء الحكم، لان احد المحللين ينتمي الى نادي معين، ويعني زعلان من الحكم ده في مباراه معينه، فبينتقد الحكم في هذه المباراه رغم ان هو كان موفق. شفت قد ايه وصلنا للكارثه دي الحقيقه. ما بنقولهاش، وشوف قد ايه الاعلام، ويجيبوا له حاله تحكيميه مثلا او حالات تحكيميه من المباراه من ثلاث شهور. كانت في مباراه ايه يا كابتن عصام؟ مش لازم نقول يعني مباراه ايه، لكن انا بقول طرفي المباراه بس، مش هتكلم على المحلل اللي انتقد الحكام. لازم نرجع للاخلاق، ولازم نرجع لنكون محايدين في التحليل، اذا كان تحليل فني او تحليل تحكيمي، ده انا بحترمه طبعا وبقدره، ولكن احنا الامور صعبه قوي. حتى لازم ولازم الحقيقه على الناس اللي صاحبه الرقابه على الاعلام، انا بشوفها في بعض الاوقات في عقوبات بتظهر على بعض المرابط او على بعض من يخرجوا على النص. اتمنى ان الناس دي كلها دور في ده، لان الناس اللي زي دول اللي بيحللوا وعندهم هذا الحس التعصبي، دول بيأثروا على مصير كرة القدم، ومصير كرة القدم زي الماء ولواء بالنسبة للشعب المصري. اكيد. يعني لازم نشر الثقافة والوعي، ولازم القنوات يبقى لها دور الحقيقة فعلا. اكيد. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكام الرئاسيه، على هذه المداخله. وهنا عندي تعقيب، يعني كابتن احمد حسن طلع بعد مباراه بيراميدز ونادي الاسماعيلي اللي فاز بها الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، وقال